والذي نضع وإياكم حجر الأساس لقيادة العالم بقيادة إسلامية. ونذكركم أننا نحن العظماء انطلقنا في هذا البرنامج لنقود هذا العالم، وستكون النواة بإذن الله تعالى من هنا من فلسطين. فلسطين يا صراء، من أين بالضبط؟ من غزة؟ أم من القدس؟ أم من رام الله؟ أم من كل فلسطين؟ نعم، من كل فلسطين. حدثني الكثير أنه كان لنا مجد، وكانت لنا حضارة، وكان للمسلمين العزة والكرامة. نحن رواد الغد، سنعيد لهذه الأمة مجدها، وسنحرر الأقصى إن شاء الله، وسنحرر العراق إن شاء الله، وسنحرر بلاد المسلمين التي تجتاحها هذه الأبناء القتلة. نعم، إنهم أطفال يعني محتلون من قبل اليهود، لكن بإذن الله تعالى نحن سنقاوم وندافع ضد الاحتلال الصهيوني. إن شاء الله سنقاوم يا صراء حتى ننتصر. عينينا وسألتي نستسلم. إسراء، هذه الأنشودة مش كويسة. ليش؟ سامحة، ليش عليها؟ عشانها فيها استسلام. آه يا إسراء، احنا بدناس نستسلم، واحنا بدنا نقاوم العدو. إن شاء الله، إن شاء الله. هذه الأرض لأطفالها ورجالها ونسائها وشيوخها. ستنتصر، سننتصر يا فوش، وسننتصر يا شرمات. السلامة. سننتصر يا موفاز، موفاز راح. سننتصر يا أولمارت، سننتصر يا كوندريزا. وأذكركم أن الأقصى والأسرى أمانة في أعناقنا، وسيسألنا الله يوم القيامة ماذا قدمنا من أجلهم. قول هبا تعب الصامد، هو إيران ولهبا، رفعت غني أوف جاوبها لكلاشينكوف. احنا اللي ما بنعرف خوف، نحن سباع الغابة. يا قدس إذ قادمون، يا قدس قد حان المنون، يا قدس إنا للعدال لنا السكينة ولا النهون. هذه فلسطين الحبيبة تعلمتنا من نكون، وعلمتنا أن نكون جنود رب العالمين. ندق على تل الطغاة، نذيقهم نار الماء.